أهلا بالمشاهدين من جديد. مع كل القرارات اللي صدرت الأسبوع الماضي عن واتساب، أكيد في كثير من الناس يعني غيرت نظرتها لهذا التطبيق، أو على الأقل يمكن فكرت تستخدم تطبيق ثاني وحابة تحمي خصوصيتها. صحيح، واليوم معنا أيمن عنتاب عيتاني ورح نفهم الموضوع مع أكثر. أيمن يسعد صباحك. صباح خير. كلنا متخوفين يعني من الأسبوع اللي فات إنه الخصوصية والناس بدأوا يتخوفون من الواتساب، بس أكيد إنه في حل يعني. فهل في شيء مثلا في السيتنج ممكن نسويه إنه نوقف التجسس على خصوصيتنا يعني، أو نوقف خوف الناس من هذه الأبديت الجديد اللي طالع في الواتساب؟ هلا خلينا نكسب هذا الموضوع لحتى نحكي شو الموجود هلا وشو حيتغير فيه. هلا الرسائل النصيه يعني اذا انت وهاني عم تتواصلوا، الرسائل مشفره يعني، فما حدا في يفوت يشوف عن شو عم تحكوا يعني، شو هن الصور والفيديو واللوكيشن وكل شيء، ما حدا في يشوفه. بس هي وين عند كل مشكله؟ في شيء حواليه بسموه ميتا داتا، المعلومات اللي حواليه، يعني بيعرفوا انه هاني انت بجهازك يعني شو هن ارقام التليفون يلي مسجل تليفونك، بيعرفوا عم تتواصل مع هدى ام لا، عم تتواصل معها بدوام العمل او تتواصل بعد نص ليل، بترد عليك هدى أم لا، هي مع مين تحكي، يعني هيدي المعلومات اللي حواليها هيدي قيمة كتير تعتبر. وهذه باستطاعت مين معرفتها؟ يلي هني مؤسسة واتساب، بالأخص هني يعني كمكانات واتساب يعني كسيرفرات ومكانات. وإنه هذه المعلومات راح تستخدمها الفيسبوك ممكن؟ حيكون في مؤسسات بعائلة فيسبوك، عنا فيسبوك، عنا تطبيق الأزرق، وعنا إنستغرام، وعنا واتساب. نعم. وعندنا كمان يعني في مؤسسات تجارية عم تستعمل واتساب. نعم. كمان حيكون في يقدروا يستعملوا مش هذه المعلومات بالذات، بس فيهم يوصلوا لطريقة دعائية مختلفة ليوصلوا للناس مثل هاني بيحبوا. نعم. هاني بس إنه ما يأخذون معلوماتك إنه سوى أيوة ما يأخذون، هذا الناس فهموها غلط، يمكن إنه هم راح يأخذوا معلوماتنا، راح يأخذون صورة الواتساب، راح يستخدمونها زي ما يحبون. طيب السؤال هو أخر شيء بالدنيا إنه تعرفي أنت مين عم يحكي مع مين وأي ساعة وعم بيردوا عليهم وشو عم بيصير، هذا موضوع يعني صح أو اجتماعي. إحنا نقول إنه بما يخص الإعدادات في الواتساب لا يوجد أي شيء إنه نقدر إحنا نتبعه إنه نوقف هذا الشيء. لا حتوقف الموضوع، لا. لكن إحنا نقول معلوماتنا ومحادثاتنا وصورنا هي في مأمن ولا أحد يستطيع إنه يعني إنه يشوفها وهي مشفرة. صحيح. طيب الحين في كثير من الناس يعني مثل ما تقول خذوا موقف من الواتساب فانتقلوا لبرامج أخرى، في بعض البرامج حاب أنه تشاركها مع المشاهدين تنصحهم فيها؟ إيه أكيد. هلأ في شقين من الناس اللي بتاخذ موقف. نعم. من واتساب هني بيقولوا للخصوصية، بنتبه أنه هول نفس الناس اللي بيقولوا أنا من شان خصوصيتي، نفس الناس بيحطوا صورهم وين عم بيروحوا مع مين، وين عم بيأكلوا، وين. نعم. عائلتهم، وين السفر، يعني هيدي. نعم. متى نام ومتى صحة صح. فهون موضوع الخصوصية ما نكون واضحين أكثر فيه، إذا الواحد عن جد خايف بده يخفف هالمعلومات الموجودة. نعم. هون. نعم. وكان بده يترك كل شيء، بده يترك إنستغرام، بده يترك فيسبوك، كل هذا يعني تخترق الخصوصية. ما فينا يعني ما هذه كل معلومات موجودة عليه إنه فينا نتركون أما لا. فهذا يعني موضوع الخصوصية ما نكون شوية أوضح إنه يلي بياخذ موقف. نعم. موقف مزبوط يعني. نوقف مع وقفة مع نفسنا إنه نقدم نفسنا أصلاً إحنا ما نشارك. نوقف إنستغرام. طيب إيش هي نصيحتك أو الخطوات اللي تعطيها للناس عشان يحافظون على خصوصيتهم بما يخص برامج التواصل الاجتماعي؟ أنا بعتبر كل شيء اللي على الإنترنت الناس كلها بتشوفه. فخلينا نعتبر انه كل شيء نحن بنحطه على الانترنت يعني الناس بشوف يعني اذا انا موظف يعني مديري بالشغل اليوم يمكن متوظف بغير محل الثاني، حدا من قرايبيني اللي حيشوف، حتى لو عم نتواصل بس انا وياك حسب بدنا نحكي عليها. نعم. يمكن انت تزعل مني شي نهار فيك تاخذ لقطه شاشه وتبعت لشوف ايمن شو حتى لو مشفره. صح. فبدي اعتبر انا اذا عم ببعث لك اياها انه حاعتبر يمكن انت شي نهار تشاركها فيها، فهيدي. نعم. طريقه التفكير صعبه لانه الواحد بده يكون شوي اكثر على طبيعته. نعم. بس بهيدي الحاله اذا قدر الواحد يعود حاله هالمعلومات تعتبر كل الناس حتشوفها، بالعكس بستفيد منها لان كل الناس تشوفني وتشوف اغراضي، بخبرهم عن كل شيء انا حابب. نعم. يعرفوا. نعم. فيه عن شطارتي وعن شو بدي اعمل، هاي. نعم. الاستفاده بتصير. طيب والواتساب الحين صار جزء من حياتنا يعني صراحه، يعني ما عاد نتصل كثير، ما عاد نتكلم كثير، حتى سواليفنا مع اهلنا صرنا ناخذ ساعه او ساعتين علشان يعني نسولف معهم على الواتساب، ايش ممكن يكون بديل برنامج بديل للواتساب نقدر نستخدمه وفي امان اكثر وخصوصيه اكثر؟ انا مثل ما تفضلتي واتساب يعني يوميا مع الاهل ومع الربنا مع الشغل
الشغل مع الاصدقاء القدام والجداد هو وحتى يعني بس تطلب دليفري بس تطلب كل شيء يعني كل حتى كل في شيء. مؤسسات تجاريه اكثر واكثر عم تجي عليه وفي شيء اسمه واتساب للبزنس ليكون فيها الخصائص الجديده. هلا في ناس اللي حابه تاخذ موقف من واتساب راحوا على تطبيقات ثانيه مثل تيليجرام ومثل سيجنال، واللي صار مع تيليجرام وسيجنال هن استفادوا لانه فجاه عندك ملايين الاشخاص يلي بيوم واحد قرروا ينضموا لهيدي المؤسسه. بس مو كل الناس يستخدمونها، كيف انا بستخدمها ومثلا انت ما تستخدمها؟ اذا انا بستخدمها اذا انا وياك عليه بس هو يعني تليجرام زين شوي، في ناس اغلب الناس يعني موجود بس لما تصيب حتى ما تصيب بدك اياه وهيك يعني زين. الحين هم الناس الحين مثلا يوم يعني يوم خذوا موقف مثلا من واتساب وراحوا تليجرام، يعني شو الفرق بينهم؟ كثير قراب على بعض يعني كثير قراب. اذا نفرجي نحن شوي اكثر كيف شكلهم شو عم بيصير هون فيهم يعني هيك. اذا نحكي نحن هلا نعم شباب اوكي فنحن هون بنشوف نحن في جروبات، يعني شوفوا هون نحن في اشخاص، يعني انا في اخوي وفي اختي، في عندنا جروب العائله، عامل جروب انا وخيي واختي من دون جواز او من دون هذا، نحن بس نعم. العائله بنحكي فيه انا قبل الزواج بنحكي فيه بتعرف كل الاخبار وهيك، هيدي كلها هيدي موجوده. هلا في خاصيه ثانيه ب تليجرام مثل جروبات بس في حيلا حدا ينضم عليها. بس انا هلا بهيدي الفوره عملت جروب خاص لي بحكي فيه عن امور خاصه بواتساب وتليجرام وريادة الاعمال. في جروب هلا حيلا شخص بيفتش على اي ناحيه ثانيه بيلاقي هالجروب بيتواصل. هيدا بواتساب اصعب، مش موجود هذا هلا، يمكن يحدثوا له بعدين، بس في هيدي فيها تفرقه شوي اكثر. بس نفس الشبه الفويس نوتس وهالمعلومات مطابق يعني تليجرام يعني كثير قريب من الواتساب لانه نحن كاشخاص كثير من يعني هيدي الخاصيه الفويس. هلا في تغيير شوي بس الكل حيصير عنده اياه مع الوقت، يكون الفويس شغال دائما، يعني مثل هلا انا عم بحكي معه وفي ناس معنا عم بيحكوا بنفس الفويس، يعني كانه مكالمه كبيره. انت بس تفضى من شغلك بتفوت معنا، بيرجع هي بتترك، بيرجع حدا بيجي، فبيكون نوع من اذا بدك جمعه كبيره كلنا عم نحكي، جماعيه كلنا عم نحكي بكل الوقت. هيدي من التحديثات الجايه اكثر لقدام، تليجرام عندهم اياها وغير ناس رح بتزيدها بعدين. ايمن شكرا جزيلا لك، نورتنا. شكرا لكم وان شاء الله تجمعنا فيك لقاءات قادمه باذن الله مع التحديثات الجديده. ويعني احنا نقول انه بالنسبه للواتساب انه نطمن الناس انه بالنسبه للمحادثات الصور ما في دخول مباشر وما حد بياخذ منكم. اي والانسان يعني يكون عقلاني، يعني هو بالنهايه نفس ما ذكر ايمن انه احيانا انت تكتب شغلات ممكن الطرف الاخر يعني يسوي كابتشر. ايوه صحيح وهذا كثير تصير يعني. ما هذا عندك يعني؟ لا اقول لك كثير تصير يعني انه ممكن تاخذ كابتشر، ممكن يصير في مشاكل ثانيه، ممكن احد يخترق جهازك، ممكن. حتى سناب شات ما احس انه في امان، ولا انستغرام ولا كل هذه البرامج. فيعني الواتساب فعلا. يعني وسيله تواصل اذا حبينا ان احنا نستخدمها بشكل امن وبدون ما يعني نتشعب في المواضيع او يشطح تفكيرنا او يوسوس. عموما ان شاء الله نتمنى يعني خصوصيه للجميع.